من النماذج الرائعة في قرية الإمام مالك رحمة أبو غزالة، أمين لجنة المرأة في حزب مستقبل وطن بوادي النطرون، وهي من حفظة القرآن الكريم كاملاً والأحاديث النبوية باللغة العربية والألمانية. رحمة أبو غزالة، حضرتك أمين لجنة المرأة في وادي النطرون حزب مستقبل وطن. أيوه. ده شيء جميل جداً، خليه على جنب دلوقتي خالص. أنا يهمني حاجة جميلة أوي سمعتها. اتفضل. أنت بتقدري تشرحي القرآن بأربع لغات؟ أو تفسير القرآن الكريم عشان أنا أصلاً أزهرية. لا اشرحي لي بقى كده بالراحة كده، إيه اللغات وبتعملي إيه بيها، وإيه اللي دخلك الأربع لغات مرة واحدة والقرآن كاملاً؟ العظمة دي، العظمة ده أعظم من أي حاجة. حزب مستقبل وطن على دماغنا، ولكن القرآن فوق الرؤوس. أو طبعاً أكيد. أنا أزهرية، أخدت إجازة في التجويد وفي القرآن وفي التفسير وفي الحاجات دي كلها. بعد كده طبعاً حفظت الأحاديث النبوية الشريفة، فجت في دماغي فكرة إن أنا نفسي في يوم كده أعمل حاجة اسمها مقارنة أديان. طبعاً الأزهر عنده الإمكانية دي، وعنده في مدارس كتير جداً بتعلم العجم واللي هم الغير قادرين أو الناطقين باللغة العربية. طبعاً. فحبيت إن أنا أكون واحدة منهم وشارك بحاجة زي كده. أول حاجة عملتها بدأت إن أنا يعني أتقن اللغات، فبدأت إن أنا أبدأ باللغة الألمانية عشان دي أحب اللغات اللي قلبي بعد اللغة العربية طبعاً. فبدأت بيها بمعهد جوتا، وخدت طبعاً محاضر أول متميز فيها. محاضر أول متميز؟ يعني بتتكلمي الألماني بطلاقة؟ أيوة. النهاردة؟ أو ما شاء الله. وبعد كده بقى حفظت التفسير، تفسير القرآن الكريم بيها، وحفظت الأحاديث بيها. وبعد كده قبل أي حاجة أخدت الكتاب بتاعي باللغة الألمانية وعرضته على معهد جوتا إن هم برضو لو في أي أخطاء أو أي حاجة وتعدل في حاجات بسيطة جدا. وبعد كده بقى بدأت نشره، وبدأت الحاجات اللي هي المفروض أصلا ده كان حلم من أحلام حياتي. بنواجه مآسي كده متفرقة بعد وفاة الناس اللي بتعدي الطريق. طبعا. دورك ايه عشان نواسي اهلنا؟ التوعية. نروح نساعدهم. اول حاجة التوعية، لان طبعا لما بيبقى فيه شخص او حد بيبقى توفى خلاص، يعني البيت كله بيعتبر هو اللي تعبان وهو اللي تعبان نفسيا. فاحنا دورنا ان احنا يعني نعمل توعية، او ان احنا مثلا نقف جنب الناس دي. فخلاص يعني هو مات الله يرحمه، بس احنا برضو بنطالب ان احنا نعمل كبر المشاهدة. طبعا. لان الكبر ده اساسا هو مش بيجمع قرية الامام مالك بس، ومراقبة الانطلاق كلها في نفس كل الوقت. الناس برضو اللي مسافرة الساحل أو اسكندرية، من فضلكم عند الكيلو 107 قبل كوبري وادي النطرون العالمين اللي بندخل منه على طريق الساحل، أو أنت طالع على اسكندرية، هد عند الكيلو 107 تماما، وخصوصا بالليل.